النموذج التنموي الجديد يعتبر وثيقة مرجعية شخصت الوضعية الراهنة للتنمية ببلادنا، وهي ذات بعد استشرافي تهدف إلى رسم وتحديد معالم نموذج تنموي جديد حتى يتمكن المغرب من التوجه بكل ثقة نحو المستقبل. والنموذج التنموي الجديد هو بمثابة رؤية تركز على إيجاد الحلول لعدة إشكالات نسقية، لأنه وكما جاء في التقرير أنه على الرغم من المجهودات الإصلاحية المعلن عنها منذ سنة 2011، فإنه نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق خيم على البلاد مناخ اتسم بأزمة ثقة ألقت بدلالها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب لغة التقرير. ويمكن اختصار العوائق في أربعة عناصر ذهب إليها التقرير: أولا، غيام الانسجام بين الرؤية النسقية التنموية والسياسات العمومية المعلن عنها، وكذا ضعف الالتقائية بين هذه السياسات. ثانيا، بطء التحول الهيكلي للاقتصاد جراء التكلفة المرتفعة لعوامل الإنتاج التي تعيق تنافسية المقاولات، وضعف الانفتاح على فاعلين جدد أكثر إبداعا وتنافسية. ثالثا، محدودية قدرات القطاع العام على صياغة وبلورة خدمات سهلة الولوج وذات جودة. رابعا، عدم القدرة على التوقع الذي يحد من المبادرات بسبب الهوى ما بين بعض القوانين والواقع الاجتماعي، إضافة إلى ثقل البيروقراطية وتعثر سبل الانتصاف. ويخلص التقرير إلى ضرورة حصول تكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي بهدف ضرورة تسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي جديد في إطار دولة حاملة لرؤية استراتيجية للبلاد خدمة للأجيال المقبلة.